اهلا بيكم في فيديو النهارده. ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل، وهقول لكم ايه سر البشاميل الابيض الفاتح، الطريقه اللي الناس كلها بتسال عليها، ازاي البشاميل ما بقاش ماسك في بعض، وكمان ازاي تاخد كلها لون موحد ذهبي حلو زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول خطوه هنبدا بيها سلق المكرونه. حله هنملى 3 ارباعها ميه، ونحط شويه من الملح وشويه من الزيت. اول ما الميه تغلي هننزل بكيس او بعلبه من المكرونه الاقلام او اي نوع مكرونه موجوده عندنا. الكيس بيبقى حوالي 450 جرام، يعني نص كيلو الا حاجه بسيطه. هسيب المكرونه لحد ما تتسلق عادي خالص، يعني 10 دقائق او 12 دقيقه حسب المكتوب على الكيس. تمام كده، هي خلاص اتسلقت، هاخدها وصفيها واخليها على جنب. الخطوه الثانيه هنعصج اللحمه المفرومه في طاسه سخنه، هحط معلقتين كبار من الزيت، وعندي نص كيلو من اللحمة هنزله في الطاسة وافكه بالشكل ده. طبعا نقدر نعمل كل الخطوات مع بعض، بس انا حبيت اقسمها في الفيديو عشان الموضوع يبقى سهل عليكم. بمجرد ما اللحمة كده تبدأ تدخل في السوا وتفك من بعض، بوسع في نص الطاسة واحط معلقة صغيرة من الثوم المهروس، يعني فصين ثوم كده مهروسين. اول ما الثوم كده يتحمر بسيط وريحته تطلع، هكون محضرة عندي بصلتين وسط مفرومين او مبشورين او مضروبين في الكبة. هقلب الكلام ده كله مع بعض، البصلية تدبل وكله كده يتشرب من بعض. وبعدين هنتبل بقى التوابل بتاعتنا، شوية من الملح والتوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من كل حاجة، عندي فلفل اسود وشوية من بهارات اللحمة، وكمان بحط قرفة وزعتر. القرفة والزعتر بيدي طعم وريحة خطيرة، خلي اللحمة المفرومة ليها كده طعم ونكهة مميزة. هسيب اللحمة تكمل سواها، يعني تقريبا 10 دقايق كده ولا حاجة. وبعدين اخر حاجة هنحطها بقى رشة بسيطة من البقدونس المفروم، بيدي طعم حلو قوي قوي للحمة. زي ما انتم شايفين كده خلاص هي خلصت معانا، لونها وريحتها خطير، وانتوا هتجربوا وتشوفوا بنفسكم. الخطوة التالتة هنحضر البشاميل. فنفس الحلة اللي احنا سلقنا فيها المكرونة، هحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي. اول ما السمنه تسيح كده هنزل عليها بخمس معالق كبار من الدقيق. لازم نسبه السمنه او الدقيق يبقوا قد بعض علشان الدقيق يستوي معانا ويبقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان ما يكلكعش معانا ونضمن ان هو استوى كويس. بس المهم ان كل الكلام ده يكون على درجه حراره متوسطه عشان الدقيق ما يغمقش معانا. بعد كده بنزل على الكلام ده باربع كوبايات من الحليب اللي هو اللبن العادي، ممكن يبقى كوبايتين ميه وكوبايتين حليب، ممكن كوبايتين حليب وكوبايتين شوربه، بس خلي بالكم ان الشوربه بتغمق البشاميل شويه، يعني شوفوا ايه المتاح عندكم كده. احنا بننزل بالحليب او بالميه بيبقى مع التقليب المستمر زي ما انتم شايفين عشان البشاميل ما يكلكعش. طيب لو حصل ولقيتوه كلكع معاكم، بناخده زي ما هو كده نديله ضربه في الخلاط ونرجعه الحله تاني، او لو عندكم الهاند بلندر هيسهل عليكم الموضوع. ودلوقتي بقى هنحط الاضافات بتاعتنا. عندي نص كوبايه من كريمه الطبخ اللي احنا عملناها الاقتصاديه، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. تقدروا كمان تحطوا وش اللبن اللي هو القشطه او قشطه عاديه، تقدروا تحطوا جبنه كريمي، تقدروا كمان تحطوا ساور كريم لو عندكم، يعني اي حاجه تدي بس طعم حلو ومميز كده للبشاميل. هرش رشه بسيطه من الملح، وعندي كيس من المرقة الفورية او مكعب مرقة، بس المرقة الفورية بتدوب اسرع مع البشاميل عشان المكعب بيكلكع معانا شوية. هحط ظرف واحد بس، وبس كده هقلب الكلام ده كله مع بعض، وكده البشاميل بتاعي جاهز. زي ما اتفقنا اي اضافات انتوا حابين تحطوها دي ترجع لكم وترجع للمتاح عندكم. بقلب بقلب لحد لما الاقي البشاميل وصل القوام اللي انتوا شايفينه ده، وبيعلم في المعلقة بالشكل ده، لا تقيل ولا خفيف، ده القوام المناسب عشان ما تطلعش ناشفه قوي معانا، وفي نفس الوقت ما تبقاش سايبه برضو زياده عن اللزوم. ادي البشاميل بتاعي جاهز من غير بيض خالص، ولا في قلب البشاميل ولا حتى على الصينيه من فوق، وهيطلع معاكم تحفه وجوسي ولونه فاتح. كمان مش محتاجين توابل كتير ولا فلفل اسود عشان يطلع كده لونه ابيض فاتح وما يغمقليش الدنيا. ده غير طبعا ان المرقه الفوريه بتبقى كافيه بالنسبه لي وبتديله طعم حلو جدا. في الصينية بتاعتي باخد شوية من صوص البشاميل، بوزعهم كده في الصينية من تحت، وبنزل بنص كمية المكرونة اللي احنا سلقناها وصفيناها، بحط عليهم كمان شوية من البشاميل كده على المكرونة نفسها وبقلبهم مع بعض. الخطوة دي بتديني مكرونة كلها شاربة من الصوص،
مبيبقاش طعم المكرونة المسلوقة كده باين، يبقى كله شارب من بعض. بوزعها حلو كده وبحاول اسويها على قد ما اقدر، وبعدين بنزل عليها باللحمة المفرومة اللي احنا عصبناها. النص كيلو بيبقى كافي قوي للصينية، انا بحس ان هو مناسب، لكن تقدروا تقللوا او تزودوا حسب ما تحبوا. بوزع اللحمة كويس وبحاول اسويها برضو على قد ما اقدر، وبعدين بنزل عليها هي كمان بشوية من البشاميل. خلي بالكم من التركات الصغيرة دي، بتفرق في الطعم في الاخر، يعني تلاقوا كده المكرونة كلها طالعة شاربة من بعض. ما يبقاش ان انا باكل بس مكرونه مسلوقه مع لحمه والبشاميل يبقى فوق الوش بس، انا بحبها كده تبقى كلها شاربه من بعض. تمام كده هننزل بالنص الباقي من المكرونه، نص الكميه التانيه برضو نوسعها كويس، وننزل بقى على الكلام ده بباقي البشاميل كله. شايفين القوام عامل ازاي؟ لا هو تقيل ولا هو خفيف. بوزعه كويس في الصينيه بتاعتي وبمسح بقى الصينيه كده من الاطراف عشان ما تطلعش محروقه. وتعالوا اقول لكم ايه سر الوش الذهبي الجميل اللي انتوا شفتوه. عندي شويه من بواقي الجبنه الرومي اللي هي بتبقى موجوده كده في الثلاجه، موجوده عندنا كلنا، بتنشف كده ومحدش بيرضى ياكلها. باخدها في الخلاط او في المطحنه بتاعه التوابل، بطحنها بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكميه دي كبيره على فكره، يعني ممكن تعمل صينيتين مش صينيه واحده. باخد شويه بوزعهم فوق الوش بالشكل ده، وهحط كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا عشان يديني وش ذهبي حلو من غير بيض ولا حاجة خالص، هيطلع الوش خطير وكمان بيدي طعم حلو. كده الصينية جاهزة بمنتهى السهولة، هي ما خدتش وقت خالص. هندخلها الفرن بقى على الرف اللي في النص، اكون مشغلة الفرن من تحت على درجة حرارة متوسطة، يعني هتاخد 30 دقيقة تقريبا، نص ساعة يعني، لحد ما تبقى كده وتدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي كلها مستوية، لكن انا بحبها برضو تاخد كده شوية سوا في الفرن وكمان الجبنه تسيح. بقفل الفرن من تحت وبشغل الشوايه من فوق على درجه حراره بسيطه خالص، وبفضل متابعاها لحد ما تاخد كلها لون موحد بالشكل ده. حلوه قوي كده، هي وصلت للون حلو مظبوط. هطلعها واسيبها تهدى شويه مش اقل من 20 دقيقه قبل ما اقدمها، عشان تبقى متماسكه الى حد ما تبقاش سايبه كده زياده عن اللزوم. شايفين بقى اللون الخطير وهي طالعه كده تحفه وكلها لون واحد. اقطعها برضو معاكم عشان اوريكم قد ايه هي جوسي وتحفه. بصوا الجمال، شايفين البشاميل طالع حلو قوي ازاي، والمكرونه كده برضو شاربه بقى من الصوص، واللحمه كمان كلها طالعه تحفه ومظبوطه، والبشاميل فاتح. بخطوات بسيطه هتطلعه احلى صينيه مكرونه بشاميل. يا رب في الفيديو ده اكون قدرت اوصل لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها، تستفادوا منه وتجربوا وتقولوا لي رايكم. وكده وصفة النهاردة خلصت، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.